السلام عليكم أعزائنا التلاميذ طلاب الصف السادس الابتدائي. درس اليوم هو اللغة الإنجليزية يونت 5 لسن 4، يعني الوحدة الخامسة الدرس الرابع. أكو شغلتين لازم نعرفهن بهذا الدرس. أول شيء will و won't، خلي وراها be، يصير عندنا زمن نستخدمه للتوقع. هسه شنو معنى will؟ Well هي نفسها won't، بس won't وياها بالماضي وياها نفي، تصير would not. فهسه أولا ال will، شبيها ال will؟ تعني سوف، معناها سوف، وتستخدم للتوقعات في المستقبل أو للإخبار عن المستقبل وتعني سوف. won't متكونة من would هي الماضي مال will، و not وهي ماضي الفعل will، أخذت سابقا الماضي، وتستخدم للتوقعات فقط. هسه نجي نشوف من خلال قراءتنا، نجي على صفحة 64 64 من كتاب الطالب ونقرأ. Our 21 century 21 century اللي احنا بيه هسه حاليا، سنة 20 يحكون عليها، فاحنا هسه بال 21 century. باعوا يعني Listen and read. Wissam and Hiba are talking about our 21 century. القرن مالتنا، century يعني القرن، القرن 21. راح نجي نقرأ. Robots يعني الآلات. Robots will do all the work. الآلات راح تسوي كل العمل. We will always be on holiday. سنكون دائما في عطلة. هذا الشيء شوية غلط، حتى إذا الآلات تشتغل إحنا ما راح نكون في عطلة، راح ندير هاي الآلات، يعني ما أتوقع البشرية في اليوم راح تتخلى عن العمل. There will be robot engine. There will be العفو. There will be robot engineers. آلات يعني مهندسين آليين، مهندسين آليين. Robot teacher. معلمين آليين. شلون هسه احنا بدينا بالانترنت، فمستقبلا راح يتعوض الاحتمال المعلم آلي. and robot waiters، نادل مثل هذا هسه اللي تشوفونه هنا، هذا نادل آلي. we won't go to school، لن نذهب إلى المدرسة. we will study at home، سندرس في المنزل، مثل الظروف اللي جاي نمر بيها هالأيام ويا كورونا. There will be cars with no drivers. These will be driverless car. Driverless car. هذه سوف تكون سيارات بلا سائق. سيارة بدون سائق. تقود نفسها. We will sit in our cars, but we will eat, read, play games, sleep, and the car will drive. يعني احنا نقرأ ناكل ننام وهي السيارة تسوق وحدها. We will use our smartphones for money. سوف نستعمل هواتفنا الذكية للمال، يعني بعد ما تشيل المحفظة فلوسك تصير بالتليفون، وهذا الشيء يتحقق مستقبلا، تصير الأموال رقمية ديجيتال. We will use our smartphones for money. سوف نستعمل هواتفنا الذكية من أجل المال. Computers will do everything. We will control our houses with computers. سوف نتحكم بمنازلنا عبر الكمبيوتر. راح نجي هسه هذا التمرين. هذا التمرين. What do you think about what Hiba and Wissam said? Hiba وسام من حكى وش قالوا قبل شوية؟ وش قالوا هم؟ أول شيء قال عن العمل we won't work, we will be on holiday. هذا أنا أكتب عليه no، احنا ما راح نكون عطلة، وهذا تبقى اراء شخصية. انا جاوبت عن هاي هنا أنا. I think it will happen، يعني هذا الشيء اني باعتقاد راح يصير، وهنا I think this will happen، I think this will happen. I don't think انا لا اظن ان هذا سيحصل في المستقبل. I don't think this will happen in the future. فكيفكم شلون ما تجاوبون؟ هو هذا يبقى رأيك الشخصي، هنا تعتقد هذا الشيء راح يصير، هنا هذا الشيء ما يصير. انا جاوبت نو، يس 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 كلا يس. مثل هسه هاي هنا المحادثة اللي مثل اللي قبلها. I think will do. I think there will be.
شنو نخلي اي شيء تريدونه. I think robot will do يعني something will do driving, ستقوم بالقيادة. will do something interesting, أشياء مميزة, أشياء مثيرة للاهتمام. I think there will be, أنا أظن أنه سيكون هناك. I think there will be, هاي جمل أساسية من تريدون تتوقعون المستقبل تستخدمون ذني I think. شنو I think, I think, I think there will be a flying car, أظن بأن هناك سوف يكون, أعتقد يعني سيارات طائرة كذا. We won't work, سوف لن نعمل, وهذا الشيء قلت لكم عليه خاطئ. هاي تقول له we will get a driverless car, سيارات بلا سائق. will won't do, أنت كذلك هسه بينك وبين نفسك تكون جمل وتقول will won't do, شنو اللي ممكن يصير وشنو اللي ما ممكن يصير. كتاب النشاط, كتاب النشاط, ننتقل إلى كتاب النشاط صفحة 62, صفحة 62. واجب وسام, read Basim's homework. أولا, your homework task is about the future, واجبك المنزلي عن المستقبل, future. talk to your parents, aunts, uncle and grandparents, تحدث إلى أهلك, أبوك, أمك, عمتك, خالتك, أجدادك. 3. What do you think will happen in the future, شنو اللي تعتقد راح يصير بالمستقبل. نجي نقرأ هاي اللي جواه. My mom and dad think that our lives will be better in the future, أمي وأبي يعتقدون أن الحياة ستكون أفضل في المستقبل. أكو ناس ما تعتقد أنه راح تكون أفضل, عادي يجوز الحياة تصير أصعب بالمستقبل. They think that computers will be more intelligent, يعتقدون أن الكمبيوتر سيكون أكثر ذكاء. They say that computers will help people communicate, سوف يساعد الناس على التواصل. My father is an engineer, he thinks that building will be safer, he says that driverless car will be safer too, السيارات بلا سائق ستكون أكثر أمانا, أكثر أمانا. ليش؟ لأن اللي يسوقها روبوت ما يخطئ. He also thinks that cars will be cleaner, سيارات ستكون أنظف. شلون أنظف يعني؟ لا تفهمون غلط, أنظف قصده للبيئة, يعني السيارات حاليا تستخدم النفط وجاي تأذي البيئة, فقصده بكلينر انه اامل للبيئه, انظف من ناحيه بيئيه. My mother is a teacher, امي معلمه. She thinks that computers will help pupils because they will access information easily, سوف تساعد الطلاب لانها ستجعلهم يصلون الى المعلومات بشكل اسهل. تلاحظون هاي الطريقه من واحد يبحث على معلومه يدور الكتب وغيرها وياخذ وقته هواي, بينما هسه تقدر تفتح الانترنت وتحصل المعلومه بكل سهوله. She doesn't think that there will be robot teacher, هي لا تعتقد بأنه سيكون هناك روبوتات للتعليم, يعني روبوت يصير معلم, ما تعتقد هذا الشيء راح يصير. ليش؟ She says that pupils won't study at home, تقول أن الطلاب لن يدرسوا في المنزل, وهذا اللي جاي يصير بينا هسه, الطلاب ما جاي تدرس بالمنزل رغم الحجر جاي يزيد, جاي يتمدد كل فترة والطلاب ما تدرس بالمنزل ولازم إلا بمدرسة يلا تدرس, فهذا رأي أمها. My grandfather is learning how to use computer, he is excited because computer will help him find information, he thinks that our world will be easier for young people, for pupil, عفوا, for young pupil, العالم سيكون أسهل, أسهل للناس, عفوا, للشباب أو الناس الجدد أو الجيل الجديد, young pupil, الشباب يعني, young pupil, الشباب. Then when he was young, عندما كان صغيرا, I agree that our world will be better, people will be healthier because of new medicines, بالدواء الجديد سيكونون أكثر صحة. Young people will learn more than their parents, we will make our planet cleaner and better, أنظف
وأفضل أنظف يعني للبيئة قصده الكوكب نظيف. We won't let robots do everything. لن ندع الروبوتات تقوم بكل شيء، هذا المقصد. يعني ما راح نعطي كل الشغل للروبوتات. كتاب النشاط، كتاب النشاط، نجي على كتاب النشاط يا صفحة. تابع صفحة 62. Better, easier, safer, more intelligent, cleaner, healthier. نجي هسه ذن الأدجكتيف الصفات نقراها. Our lives will or won't be. Our life will لو won't be lives عفوا حياتنا حيواتنا شلون نكتب will be better سوف تكون أفضل. طبعا هنا يعتمد على المعنى أكثر شيء. لازم يجب أن تكون الجملة صحيحة قواعديا، وأي اختيار تختاره بس يكون متطابق يعني معنويا هو هذا. نجي هسه اثنين، computers will won't be لو will be شو نخليها، نخليها will be more intelligent ستكون أكثر ذكاء. نجي هسه building will be more will be safer ستكون أكثر أمانا. تقدرون تستخدمون غير تعبير بس يكون صحيح، أكثر أمانا. 5 شنو our world will لو won't be our world will لو won't be شنو نختار، نختار will be cleaner cleaner أنظف، العالم سيكون أنظف. اللي وراء بعدها رقم 6 نمبر 6 اقروها. people will لو won't be won't be ايش نختار؟ طبعا نعتمد على المعنى تتذكرون. أهم شيء أن تكون صحيحة قواعديا، يعني هنا استخدمنا سيفير إيزير عادي، أهم شيء أن تكون الجملة صحيحة قواعديا، مو مهم تستخدم أي شيء لأن هذا رأيك أنت جاي تنطر رأيك. فكتبنا won't be healthier، استخدمنا won't، لن تكون أكثر صحة، وهذا رأيي الشخصي أشوفها مو أكثر صحة الحياة بسبب التلوث وغيره، فما راح تصير أكثر صحة. won't be healthier وهذا رأيي، أنتم كتبوا بكيفكم، تريدون تكتبوا will be healthier لو won't be بكيفكم، تكون لو سوف لن تكون وهكذا. تمرين C use adjective use an adjective from activity B. من التمرين B complete each sentence. 1 flying by a plane flying by a plane طيران في طائرة will be شنو شن خلي بمكان فراغ in the future بالمستقبل طيران في الطائرة كيف راح يكون. رقم 2 In the future our cities will be فراغ and better to live in مدننا ستكون فراغ وصالحة المعيشة. 3 People won't be فراغ شنو بالمستقبل ايش بيهم الناس راح يصيرون. It will be فراغ shopping التسوق سيكون أسهل because we will use our smartphone for money our smartphones for money نستخدمها للمال يصير المال مو نقدي يصير الكتروني عملة رقمية نستخدم تليفوناتنا للمال. هذا الحل. one safer نحط بالفراغ الأول safer نحط بالفراغ الثاني cleaner أنظف أكثر أمان وأكثر نظافة. ثلاثة healthier أكثر صحة healthier أكثر صحة healthier healthier. أربعة easier أسهل التعامل بالسوق سيكون أسهل أسهل. وتقدرون يعني قلت لكم كل شيء معتمد على المعنى، أهم شيء أن تكون الجملة صحيحة قواعديا. شكرا أعزائنا التلاميذ، شكرا لاستماعكم. Best wishes to all of you. انتظرونا إن شاء الله بالدرس القادم.